توفيق ملحم، نحن مسرورين جدا بوجودك معنا بالبرنامج. وسؤالي الاول، كيف بتعرف عن نفسك؟ بونجور. اول شيء بحب مسيكم وقلكم متشكرين على هالاستضافه وعلى هاللفته الفنيه الحلوه اللي عم بتقوموا فيها، وخصوصي انه اللفته عم تتوجه للفنانين من كافه الاعمار ومن كافه البلدان. بالنسبه لي انا ماشي مشوار جديد، بلش مشوار جديد بالفن. هذا اختيار شخصي لانه عندي الموهبه حابب تنميها، فدرست الفنون التشكيليه من بعد ما كنت مخلص هندسه داخليه، ودخلت بمجال الهندسه وبشتغل فيها لفتره 6 سنين، وهلا هاي السنة خلصت ماجستير بالفنون بالجامعة اللبنانية. وبالنسبة لي الفن هو معرفة لكيف الإنسان بده يكفي بهالحياة، لأنه كل شيء نحن عم نشوفه اليوم هو مبني على فنون تركوها اللي سبقونا. وأنا اللي بقوله إنه مسيرة الفن هي، قبل ما أقول أنا فنان، هي هلأ عم بلش بمسيرتي كيف بنهيها. هيدا القدر هو بيقرر هذا الشيء. أنا من مواليد 91، خلقان بعقار لبنان، ضيعة اسمها العوينات. دخلت مجال الفن لأنه دايما كان عندي حب إني عبر عن كل هالمشاعر اللي عندي اياهم، هالقصص اللي قطعنا فيهم على مرور السنين. نعم. بغض النظر ولا مره حسينا بهالامان بهالبلد، ودائما نحن بنلاقي وسيله لحتى نقدر نعبر من خلالها، فانا كانت هيدي الوسيله هي الفن، ومن خلالها عم جرب اعبر عن كل شيء انا ممكن اعيشه او احس فيه او حابب احكي عنه. طيب توفيق، هذا هو. اوكي، اعمالك الفنيه كيف توصفها؟ هل تنتمي لمدرسه فنيه معينه؟ اليوم عن اي موضوع عم ترسم، وكيف بتعبر عن المواضيع اللي انت بتفكر فيها، وكيف بيتحول الموضوع الى لوحه مرئيه؟ بالنسبة لي الفن هو ما رح يكون مربوط بمرحلة محددة، لأنه هو الفن هو تجربة، وتجربة الفنان هو بس يحس حاله صار قادر إنه يترك البصمة يلي بيلاقيها هو مقتنع فيها، هون بيكون بلش يحس عنده هالثبات وهالوعي الكافي بشو عم يعمل. بالنسبة لي أنا هلا بمرحلة التجارب، مرحلة اختبار، ممكن يكون في مدرسة محددة لفتتني وعم اشتغل عليها. أكيد في كتير مدارس مبيناتهم مدرسة تكعيبية، في عندك المدرسة اللي بتحكي عن الحركة، في عندك المدرسة اللي بتحكي عن الفن المينيمالي. كل شيء فن معاصر وفن جديد، أنا بحب هيك لأنه هذا العصر هو انا مشمول من ضمنه، فبحب القصص تكون مربوطه بالتكنولوجيا، تكون مربوطه بكل شيء نحن عم نعيشه. فاكيد عندي تجارب بالاعمال بالمدارس اللي قبل، بس هول كانوا مجرد بحث واختبار للذات تشوف اذا بلشت بهذا المجال كيف ممكن اتقدم من خلاله. توفيق اليوم عم ترسم رسمة، عم تنجز لوحة. إذا عم تنجز لوحة، شو مسميها أو عن شو بتحكي؟ أوكي، هلا حاليا أنا عم اشتغل نحت، عم اشتغل أكثر نحت، والقصص اللي بحب أعبر عنها بحب تكون مجسدة باللمس ممتاز بالتبادل. اللي كنت مبلش فيه أعمال نحتية تحكي عن الحركة، ومن بعد فترة حجر
عشناها ومن وقتها كانت الثورة وهالأيام اللي كنا عم نواكبها بتطورها يومك يومك. جربت من خلال استعمالي للواير الحديد يلي كلنا بنعرفه قضيب الحديد الستميلي نستعمله نحن بالكونستراكشن. جربت من خلال التواءات محددة أدرس فيها حركة الإنسان وجربت من خلال أعبر عن أنه قد ما تكون الحركة هي عبارة عن شيء متتالي بيسبق يعني بيتواكب مع الوقت. جربت أنه أنا تكون هالمنحوتة هي بمحلها تفرجي أنه فيها الحركة وفيها الحياة وهي بعدها بالزمن ذاته. توفيق هلا يعني تفضل قول اخر فكره لانه بدي اختم معك. شو الفكره اللي بدك تقولها اخر شيء؟ اللي كنت حابب اقوله انه الفن هو مشاعر بيقدر يعبر عنها كل حدا فينا لانه كل حدا فينا موجود فيه فنان. نعم كل حدا فينا قادر يطوع عن شيء حب هو يحكي عنه ولكن للاسف نتمنى انه يكون الفن عنده أهمية كبيرة ببلدنا لأنه في عنا كثير مواهب موجودة وقليل اللي كانوا عم بيدوروا عليها. فإن شاء الله تكون هيدي مبادرة حلوة وتكون مسيرة طويلة الأمد للبنان ولكل الفنانين الموجودين هون. توفيق ملحم بدي أشكرك على المقابلة اليوم معك أونلاين وإن شاء الله نشوفك بمراحل متقدمة من البرنامج ونشوفك بيناتنا بالستوديو تبعنا براس بيروت. بتمنى لك الحظ السعيد والمزيد من العطاء والاستمرار بالفن الجميل اللي بتعمله سواء رسما او نحتا. ثانك يو. انا بتشكرك وبتشكر كل اللي ساهموا عم بيعملوا هالبرنامج وان شاء الله تضلكم مسافرين ومكفيين عم تطلعوا على الشباب الجديد لانه حرام بقى نفكر انه نترك لبنان. ف انا بدي اتشكر الكل وبدي اتمنى التوفيق للجميع. شكرا.